طيب رجعنا لك تاني في درس المايكروسوفت ايجور انفراستراكشر از سيرفيس. دلوقتي ان شاء الله هندخل على البورتال بتاعتنا وهنكرييت لاول فيرتشوال ماشين نشتغل عليها ان شاء الله. فببساطه شديده جدا هنروح للبراوزر بتاعنا وهنكتب الايجور دوت مايكروسوفت دوت كوم وهنفتح لي الويب بيج ديت. هنعمل ساين ان بالحساب بتاعنا اللي احنا عملنا له كرييت ونختار البريد بتاعنا وندخل الباسورد. تمام، احنا كده على البورتال بتاعتنا اللي هي المايكروسوفت بورتال ايجور بورتال. هنا هنتعرف عليها كده بشكل سريع وبشكل واضح. البورتال ديت عبارة عن البوابة اللي بتتيح لي ان انا اطلع على الريسورس بتاعتي واعمل فيرتشوال ماشين واشتغل على كل السيرفيسز اللي بتقدمها لي مايكروسوفت. هنا بيقول لي ان انت داخل بالبريد ده، لو ضغطت كده هيقول لي انت النيم بتاعك والبريد والدايركتري اللي انت داخل بيه، لان انا في الدروس الجاية ان شاء الله هنعرف ازاي ندخل باكتر من دايركتري لو عندنا حسابين او اكتر من حساب نجمع بينهم ازاي. تمام، هنا الجزء ده او الشريط ده عبارة عن ايقونز. اول ايقونة ديت اللي هي لو انت عاوز تبعت فيدباك على السيرفز اللي انت اشتغلت عليها على البورتال بتاعتك، فلو ضغطنا هنا هيقول لي ان انت ابعت لي الفيدباك او انطباعك عن البورتال ديت. ممكن تكتب اي حاجة سواء بالسلب او الجاب وتبعتها للفريق بتاع مايكروسوفت ايجور. هنا لو انت عايز هيلب او سبورت من مايكروسوفت ايجور فهتكتب المشكله بتاعتك او تدور على حل لاي اشكاليات قابلتك. هنا اللي هي السيتنج بتاع البورتال نفسها ان انت ممكن منها تغير اللون، مثلا اللي هو ده مثلا ممكن يكون ما يناسبش البعض فيختار لون تاني، وممكن ان انت تحدد له الوقت اللي يخليك تعمل لوك اوف في حاله عدم عملك على البورتال، فهي تلقائيا بتسجل خروج. ممكن تقول له من هنا يعني بعد 15 دقيقه او ساعه، او تخليها نيفر زي ما انا مخليها كده. هنا ممكن كمان تختار اللغه، وطبعا للاسف اللغه العربيه مش مدعومه في الايجور لحد الان. نامل ان شاء الله انه في المستقبل يتم دعمها بشكل كامل. هنا انت بتختار المنطقه الزمنيه اللي بتحدد الوقت والتاريخ وما شابه. تمام، وبعد كده لما بتدوس ابلاي بيتم تطبيق الاعدادات اللي انت اخترتها. تمام، هنا الرمز الجرس ده عباره عن الاشعارات اللي بتجيلك جوه البورتال، سواء اي عمليه ابديت، اي عمليه حسابيه، اي سيرفيس انت اشتغلت عليها، فبتقول لك انت حالتها دلوقتي ايه، وهنشوف الكلام ده ان شاء الله بشكل مفصل لما اشتغل. تمام، احنا اتكلمنا عن انواع السايز بتاع الفيرتشوال ماشين والهاردات، فاحنا داخلين دلوقتي علشان نعمل اول فيرتشوال ماشين في الكورس بتاعنا. فهنختار من هنا او من الجزء اليسار اللي هنا فيرتشوال ماشين، فبالتالي يعني از يو لايك انت ممكن تضغط على ديت او على الرمز ده، كلها بتأدي نفس الغرض. فمثلا هنختار من هنا فيرتشوال ماشين. طبعا انا لو عندي فيرتشوال ماشين انا عاملها قبل كده هتظهر في المنطقه ديت، ولكن انا عشان ما عنديش ولا فيرتشوال ماشين وداخل اعمل اول فيرتشوال ماشين، فبالتالي المنطقه دي خاليه. ممكن من هنا اقول له اد، او من هنا اقول له كرييت فيرتشوال ماشين. هيبدا يفتح لي صفحه اعدادات الفيرتشوال ماشين وهتعرف عليها واحده واحده. هنا اعدادات اللي هي البيزك او الاعدادات الاساسيه. هنا بيعرفني سبسكريبشن بتاعتي اللي هي الفري اللي احنا عملناها مع بعض، وهنا بيسالني الريسورس جروب بتاعتك اللي هتحط فيها الفيرتشوال ماشين اي واحده من دول. طبعا علشان احنا لسه داخلين نعمل من جديد فبالتالي ما عنديش اي ريسورس جروب. فكره الريسورس جروب هي عباره عن جروب تنظيمي للريسورسز بتاعتي سواء الفيرتشوال ماشين او النتورك او اي اعدادات ثانيه. هنتخيل مع بعض ان احنا مثلا لما شغلنا يكبر هنبدا نعمل فيرتشوال ماشين نوعها ويندوز سيرفر وفيرتشوال ماشين ثانيه من النظام التشغيل مثلا لينكس، فبالتالي علشان الاثنين ما يتحطوش في نفس المكان هبدا افصل اللي هي الاوبريتنج سيستم عن بعض، او افصل السيرفيسز
اللي انا بعملها، لو سواء مثلا حطيت سيرفيس معينه زي SQL database او ويب سيرفر مثلا لو عملته. فبالتالي كل سيرفيسز من ديت او كل فيرشوال ماشين من ديت ليها اوبريت سيستم معين بحطه في جروب معين. فبالتالي هنا انا هقول له كرييت نيو على اعتبار ان انا ما عنديش اي ريسورس جروب قبل كده، وهبدا اسميها. وانا بسميها مايكروسوفت ايجور، ما بتقبلش اي مسافات بين الكلام. يعني لو عملت له مثلا كده ماي ريسورس هيبدا يقول لي لا انت في مشكله عندك في النيم. فلو مسحت المسافات ديت وقلت له ماي ري سورس 1 هيقبلها عادي جدا. ممكن استعيد بالمسافات ان انا استخدم الرموز اللي هي مثلا الماينس علشان افصل بين الكلام. انا هنا في حالتنا داخلين نعمل فيرتشوال ماشين هنحط عليها ويندوز اوبريتنج سيستم، فممكن نخليها بالنيم ده VM اختصار فيرتشوال ماشين، بعد كده وين، بعد كده ريسورس، هيقبلها مني عادي جدا. هقول له اوكي. هنا هيقول لي النيم بتاع الفيرتشوال ماشين ديت هنسميها ايه؟ فهقول له مثلا ماي VM 1. الريجون اللي احنا اتكلمنا عليها وقلنا الانفراستراكشر بتاع مايكروسوفت ايجور متقسمه ريجونز وزون، وان كل ريجون ممكن يكون فيها زون او اكتر، وكل زون فيها داتا سنتر او اكتر. هنا الريجون بتاعتي انا ممكن اختار من هنا. هنراعي واحنا بنختار الريجون حاجتين مهمين جدا. الريجون اللي انا بختارها بتبقى اقرب ليا جغرافيا، دي اول حاجه. تاني حاجه الريجون اللي انا بختارها بتبقى داعمه للسيرفيس اللي انا محتاجها. فبالتالي هنا الاقرب ليا جغرافيا في حالتي انا اللي هي موجوده في اسيا، تمام. ولو انا شغال على سيرفيس معينه اللي هي السايز بتاع الفيرتشوال ماشين اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه بتبقى مدعومه في انهي ريجون، احنا ممكن نروح لجوجل ونقول له ايجور ريجون سيرفيس، نفتح ليه كده. حدد الفيرتشوال ماشين وهيطلع من هنا كل الريجون. لو انت عايز النوع بتاع السايز هتختاره ايه؟ هتختاره من الدي، هتختاره من الاي، الاف، السايز اللي احنا شرحناها واتكلمنا عليها قبل ما نكريت الفيرتشوال ماشين بتاعتنا. فانا لو عايز مثلا فيرتشوال ماشين من نوع اف هختار الريجون ديت اللي هي ايست يو اس وايست يو اس 2، وهختار مثلا الويست والكندا سنترال والحاجات دي. بينما مثلا لو حبيت ان انا اختار ريجون من نوع دي مش هلاقيها في كندا، تمام، هلاقيها في السنترال يو اس. فكده احنا نعرف الريجون على اي اساسها بنختار من اللينك ده، وانا هسيبه لكم ان شاء الله في التكست فايل اللي هيبقى مع الكورس. نرجع للبورتال بتاعتنا ونختار الريجون، خلينا نقول مثلا اللي هي الايست يو اس. هنا بيسالني على الافيلابيلتي اوبشن. فكره الافيلابيلتي اوبشن انه انا لو عندي اكتر من فيرتشوال ماشين حطيتها في الريجون والريجون ديت اتحطت في نفس الزون، فبالتالي وارد جدا ان الفيرتشوال ماشين بتاعتي تبقى في نفس الراك اللي جوه الداتا سنتر. فبالتالي اي عمليه ابديت مثلا للديفايس اللي في الراك ديت هتشمل كل الفيرتشوال ماشين اللي موجوده في الراك. فانا مش عايز كده، انا عاوز لما يكون عندي اكتر من فيرتشوال ماشين فيما بعد ابقى اقدر ان انا اوصل لهم بسهوله. لو في حد بيعمل ابديت تبقى الثانيه بالنسبه لي متاحه. والكلام ده مهم جدا لو عملنا لود بالانسر، وهنتكلم ان شاء الله في الكورس على لود بالانسر وازاي نعمله وايه هي فائدته. فبالتالي الافيلابيلتي اوبشن ديت ممكن ان انا من هنا اقول له انا عاوز افيلابيلتي زون او افيلابيلتي سيت.
فبالتالي انا هنا بقول له حط لي الفيرشوال ماشين ديت او ابعدها لي في راك، بحيث ان انا تاني فيرشوال ماشين ليا تتحط في راك مختلف تماما. ممكن ان انا اختار من هنا وممكن ان انا اخليها زي ما هي. هنا الايمج اللي هستخدمها في الفيرشوال ماشين بتاعتي، هل هي ريد هات، هل هي سنتوس، هل هي ابونتو فيما يخص اللينكس، او انت هتشتغل على ويندوز سيرفر. احنا قلنا وسمينا الريسورس جروب بتاعتنا في ام وين ريسورس، بمعنى ان انا هشتغل على في ام الاوبريت سيستم بتاعها من نوع ويندوز. فبالتالي انا هنا هختار مثلا الويندوز سيرفر 2019 داتا سنتر. تمام، هنا بيسالني عن السايز اللي احنا اتكلمنا عليه وان احنا شفناه في اللينك ده. فهنا هقول له انا عايز السايز بتاعي مثلا يكون راماته عاليه شويه او يكون البروسيس بتاعه عالي، وهنا الريجون اللي احنا اخترناها بتدعم انواع السايز اللي هي بي ودي. تمام، وممكن ان انا اشوف البرايس بتاعها من هنا. الريجون كمان بتدعم البريميوم ديسك اللي احنا اتكلمنا عليه، والنوع السايز اللي هو الجنرال برضو اللي احنا ذكرناه من شويه. انا هنا هختار مثلا ان تكون الرامات بتاعتي 8 جيج والبروسيسور 2 بروسيسور، وقال لي ان في حالتك ديت انت هيكلفك الفيرتشوال ماشين دي هتكلفك 254 ريال شهريا. فانا لو شايف ان الكوست عاليه بختار مثلا كوست اقل شويه منها. ممكن لو نزلت هنا شويه وخليت الرامات 4 بس والبروسيسور 2، فهيبقى الكوست بالنسبه لي مناسب، واقول له اوكي انا موافق سيلكت. هنا هيبدا يقول لي اليوزر نيم والباسورد اللي انت هتكونكت بيهم على الفيرشوال ماشين بتاعتك. انا هنا هكتب اليوزر نيم بتاعي تمام وهحط الباسورد. وانا بحط الباسورد مايكروسوفت ايجور بتطالبني بان الباسورد بتاعتي تكون كومبلكس، يعني معقده، وتكون ما تقلش عن 12 حرف فيهم رموز كبيره عفوا فيهم حروف كبيره حروف صغيره ورموز وارقام. فبالتالي انا هستخدم الباسورد بتاعتي الكومبلكس. هنا هو هنا قبلها لانها مستوفيه للشروط اللي احنا اتكلمنا عليها. هنا بيسالني هل عايز بورت معين افتحه لك؟ انا لو خليت دينا مش هقدر اكونكت على الفيرشوال ماشين ديت باستخدام الريموت ديسكتوب من بره الايجو. فبالتالي انا لازم اقول له الاو علشان اختار من هنا. بعد كده هيفتح لي القايمه دي ويقول لي سيلكت انا عايز انت عايز تفتح انهي بورت في دول. طيب الاتش تي تي بي والاتش تي تي بي اس لو انا داخل اعمل سيرفيس عليها مثلا ويب سايت وهكونكت عليه من بره الايجو، فبالتالي انا لازم افتح الاتش تي بي او الاتش تي بي اس. هنا الاس اس اتش لو الفيرتشوال ماشين بتاعتي ديت غالبا بتستخدم في اللينكس تحديدا، او غالبا بشكل كبير بتستخدم في الاوبريتنج سيستم من نوع لينكس. انا هنا عايز افتح الريموت ديسكتوب علشان اقدر اكونكت على الفيرتشوال ماشين بتاعتي ريموتلي، فهختار الار دي بي واقول له اوكي. في حاله ان انا اخترت الار دي بي هنا هنشوف رساله مفادها ان الار دي بي دي بتستخدم ان انت تكونكت من خلال الانترنت على الفيرشوال ماشين بتاعتك، وعلشان تحدد حجم السكيورتي مين اللي يدخل ومين اللي ليه صلاحيه على الدخول انت استخدم الادفانسد كنترول فيما بعد ما تعمل عمليه الكريت للفيرشوال ماشين بتاعتك. اوكي، هنا بيسالني انت عندك لايسنس للاوبريت سيستم اللي اخترته ولا لا. في حاله ان انا معايا لايسنس هقول له اوكي، في حاله ان انا ما معيش لايسنس هقول له نو، وهيبدا هو ياكتف اللايسنس ويحسبها عليا ككوست. فبالتالي هنا انا ما عنديش لايسنس هستخدمها حاليا، فبقول له انا ما عنديش وبختار نو واقول له اوكي. روح للخطوه الثانيه. هنا هيبدا يسالني عن الديسكس والانواع اللي احنا اتكلمنا عليها. لو فتحت كده هيقول لي انت عايز بريميوم اس اس دي ولا ستاندرد اس اس دي ولا الاتش دي دي الستاندرد العادي. ونلاحظ هنا ان النوع اللي احنا قلنا عليه ان هو لسه ما اعتمدش
في المنصه بتاع المايكروسوفت ايجور ما ظهرش معايا لان هو لسه بريفيو او في حاله ان اللي هو في حاله ان التعميم او في حاله الاضافه على الايجور. انا هختار هنا بريميوم اس اس دي وهقول له اوكي نكست. هيسالني هنا عن نتوركينج اللي هو الاي بي اللي هيبقى تابع للفيرتشوال ماشين بتاعتي. هنا الفيرتشوال نتورك عمل لي واحده جديده بنفس اسم الريسورس اللي انا عملتها ولكن ضاف لي هنا كلمه في نت علشان افهم ان ديت خاصه بالفيرتشوال نتورك. لو عاوز اعمل واحده جديده بقول له كريت نو، لو عاوز احتفظ باللي هو عملها لي فبقول له اوكي انا ما عنديش مشكله. هنا السب نت او عنوان الاي بي الانترنت اللي هيبقى جوه الفيرتشوال ماشين ديت هيبقى من نوع اللي هو الديفولت اللي هو حددته لي، وهنفهم في الدروس الجايه ان شاء الله ازاي انا اعمل انترنال اي بي انا احدده انا اختاره ما خليهوش هو اللي يفرض عليا الاي بي بتاعي. تمام، فهنا هيقول لي ان هو الاي بي الانترنت بتاع الفيرتشوال ماشين هو 10.0.0.0/24. البابليك اي بي اللي انا من خلاله هقدر اعمل ريموت ديسكتوب من خارج الايجور، يعني مثلا لو انا قاعد في المكتب عندي او في البيت هقدر اكونكت بالفيرتشوال ماشين ديت من خلال البابليك اي بي، وهو هنا برضو عمل لي نيو بابليك اي بي وهنشوفه هو الاي بي بتاعه كام بالظبط علشان نقدر نعمل كونكت على الفيرتشوال ماشين ديت. تمام، باقي الاعدادات عباره عن السكيورتي والبورتات المفتوحه. تمام، واحنا هنا استخدمنا البورت اللي هو ار دي بي وقلنا ان احنا ده اللي هيوصلني بالفيرتشوال ماشين بتاعتي ريموتلي واللي هنشوفها بعد شويه. هقول له اوكي نيكست. هنا شويه اوبشن ان هو جزء خاص بالمونيتورنج، ممكن ان انا اخليها الاعدادات الديفولت بتاعتها واقول له اوكي نيكست وديني للخطوه اللي بعدها. هنا بيسالني انت عاوز اي ابلكيشن تنزل مع الفيرتشوال ماشين ديت ولا فقط هتكتفي بالاوبريتنج سيستم. هنا لو قلت له اوكي نزل لي مثلا ابلكيشن وليكن انتي فايروس مثلا، فهبدا من اللينك ده اسلكت الابلكيشن اللي انا عاوزه. هنا هيطلع لي مثلا النورتون ال الرابت 7 اللي هو بيستخدم في عمليه مراقبه الاداء بتاع الاجهزه، وغالبا بيستخدموه النتورك ادمنستريتور بشكل كبير او السيستم انجينير بشكل كبير علشان يعملوا مونيتورنج للنتورك سيرفيسز بتاعتهم. هنا ممكن كمان ينزل لي الاي سيت اللي هو الخاص بالانتي فايروس، ومن هنا ممكن اختار الابلكيشن اللي انا عاوز انزله، وممكن كمان ان انا الود او اجيب يعني اكتر تطبيقات الانتي ميل وير مثلا او الاكرونيوس باك اب. فبالتالي انا هختار الابلكيشن اللي عاوزه من هنا لو انا حابب ان انا انزل اي ابلكيشن اضافيه. انا في حالتي ديت مش هنزل اي ابلكيشن اضافيه وهقول له شكرا وديني على الخطوه اللي بعدها. هيقول لي انت عايز تضيف تاج. تمام، للفيرتشوال ماشين التاجز عباره عن مفاتيح يعني بقدر او بتسهل لي عمليه السيرش فيما بعد او تسهل لي ان انا اوصل للفيرتشوال ماشين بتاعتي في حاله عدد في حاله وجود اكتر من فيرتشوال ماشين، وبتستخدمها في حالات معينه احنا تقريبا مش هنستخدمها في الكورس بتاعنا. فبقول له اوكي ريفيو وكريد، ودي اخر خطوه ليا في الكريد بتاع الفيرتشوال ماشين. هنا بيقول لي ان الساعه التشغيليه للفيرتشوال ماشين اللي انت حددتها بالسايز والديسكس اللي انت اخترته هتبقى عليك تقريبا ب 19 هلله او 18 ونص تقريبا او 18.6 هللات للساعه. تمام، وهنا اللينك ده لو عاوز ان انت يعني تطلع على البرايس بتاع الفيرتشوال ماشين بشكل مفصل. فهنا هقول له لا اوكي انا موافق ما عنديش اي مشكله،
كرييت هنا بيديك الاعدادات اللي احنا يعني مشينا الخطوات السابقه والاعدادات اللي احنا اخترناها هنا بيطلعها لي بشكل مفصل، وممكن ان انا اعمل لها داونلود على هيئه ملف اكس ام ال ارجع لها فيما بعد. انا هقول له اوكي كرييت، هيبدا يا كرييت للفيرتشوال ماشين بتاعتي وخلال دقائق هتبقى جاهزه. هنلاحظ هنا الحاله ان هي لسه اندر واي، ان هو لسه بيعمل او بينشئ الفيرتشوال ماشين بتاعتي بالاعدادات اللي انا قلتها له، وهنا الاقي عداد بيعد لي بالثواني وبالدقائق العمليات اللي هو الانشائيه اللي بيعمل فيها الفيرتشوال ماشين استغرقت قد ايه تحديدا. هنا نلاحظ العمليات اللي هو انتهى منها وبتظهر الستيتس بتاعتها ان هو اوكي، ولكن العمليات اللي لسه هو بيكرييت ليها الستيتس بتاعتي عباره عن لسه ان هو شغال فيها، والرمز ده عباره عن ان هي تحت الانشاء دلوقتي او تحت التشغيل. تمام، هو هنا خلص عمليه الكرييت للفيرتشوال ماشين. لو رحنا هنا للاشعارات هيقول لي انه سكسس، تمت العمليه بنجاح. هنا هو خد 5 دقايق و30 ثانية، يعني 5 دقايق ونص تقريبا في عملية الكرييت للفيرتشوال ماشين. لو نلاحظ ان وقت تقريبا قليل جدا بالمقارنة، لو انا عندي سيرفر هنزل عليه بروجكت سيستم هياخد مني تقريبا في الحياة العملية من 45 دقيقة لأكثر من ساعة، لكن هنا تقريبا خد 5 دقايق ونص او خلينا نقول 6 دقايق، فوقت يعني وقت قليل جدا. تمام، الفيرتشوال ماشين بتاعتي دلوقتي جاهزة للعمل، واتعامل معاها زيها زي اي ديفايس تاني عندي في البيت او في الشغل. من هنا من الهوم لو رجعت كده اب ودخلت على الفيرتشوال ماشين تاني، هلاحظ ان الفيرتشوال ماشين اللي انا عملتها دلوقتي ظهرت لي اهي، والحاله بتاعتها راننج يعني شغال، يعني هيبدا يعد عليا كوست على كل ساعه تشغيل للماشين ديت. في كمان حاله لو احنا عملنا عملية ابديت او تغيير في الاعدادات هتظهر ان الستيتس ديت ابديتد، تمام، ولو عملنا شت داون ليها هيظهر الستيتس شت داون. وبرده خلي بالكم ان في حالة لما الماشين دي تبقى شت داون هو برده بيعد عليا كوست. امتى ما يعدش عليا كوست؟ لو خليت الحالة لحاجة اسمها ديلوكيتد، وهنعملها مع بعض دلوقتي علشان نعرف. طيب الفيرتشوال ماشين بتاعتي انا كونكت عليها ازاي؟ باختصار شديد جدا وببساطة شديدة هختارها من هنا واروح للتلات علامات دول واقول له كونكت. هيقول لي هنا ان البابليك اي بي بتاعك اللي هتكونكت بيه على الفيرتشوال ماشين بتاعتك هو ده، وهبدا اقول له اوكي داونلود الار تي بي فايل علشان ينزل لي ملف اقدر من خلاله اكونكت، او ان انا ببساطة ممكن استخدم الامر ده ام اس تي اس سي واقول له انتر وابدا ادخل له الاي بي اللي هو حاطه لي والبورد اللي هو اداهولي من هنا. تمام؟ اوكي 1.32.35، بعد كده احط له البورد بتاعي اللي هو 33.89 واقول له كونكت. هنا هيسال لي عن اليوزر نيم والباسورد اللي انا حطيته وانا بعمل كرييت للفيرتشوال ماشين. انا اليوزر نيم بتاعي كان كده والباسورد بتاعتي اهي. اوكي الفيرتشوال ماشين بتاعتي فتحت باليوزر نيم بتاعي، وبكل بساطه وسهوله قدرت ان انا اكونكت عليها عن طريق الانترنت. هنا علشان هي لسه بتشتغل فبالتالي هيحضر ديسكتوب ويشغل السيرفيسز بتاعتها. بدا يفتح لي الداشبورد بتاع السيرفر مانجر اللي من خلاله بقدر اعمل عمليه مانجمنت للسيرفر بتاعي، على اعتبار ان احنا اخترنا الاوبريتنج سيستم
سيرفر 2019. تمام، انا هقفل ديت، هنبدا نروح للنتورك بتاعتنا علشان نشوف الانترنال اي بي اللي هو قال لي عليه هو فعلا نفس الكلام ولا لا. هنا لو نلاحظ ان الاي بي بتاعي 10.0.0.4 وان الجيت واي بتاعتي اهي، والدي اتش بي اللي بيوزع الاي بي ده اهو نفس ما هو قايل لي في الاعدادات. بكده نكون انتهينا من الكريت لاول فيرشوال ماشين بتاعتنا، وعرفنا الاعدادات بتاعتها وقدرنا نكونكت عليها. انا زي ما قلت لكم لو انا عملت كده وقلت له شت داون، هتتغير معايا حاله الفيرشوال ماشين ديت في البورتال بتاعتي، وهتبقى حالتها عباره عن هي هنا لسه راننج. لما يعمل شت داون بشكل كامل هنلاحظ ان الستيتس ديت اتغيرت وبقت شت داون. خلينا نشوف، وهنا نلاحظ ان الستيتس بعد عمليه الشت داون اتغيرت وبقت ستوب. خلوا بالكم انا ما زلت بقول وبنبه ان الحاله ديت برضو هي لسه بتعد عليا فلوس، على اعتبار ان هي مش سيرفيسز، مش واقفه بشكل كامل. طيب اخليها ازاي تقف، يعني ما اخليهاش تعد عليا اي عمليه او تحاسبني اي حسابات ماليه؟ بختارها من هنا وبروح للقائمه وبقول لها ستوب. لسه بيعمل ستوب، لكن نلاحظ هنا ان هنا عمل ستوب خلاص قال لي سكسسفول، وهنا اتغيرت الحاله بتاعتي لدي لوكيتد، يعني الماشين بتاعتي كل السيرفيسز وكل الريسورس واقفه تماما، ما بتعدش عليا اي شيء. وبكده نكون درس النهارده ان شاء الله خلصناه. اشوفكم في درس جديد ان شاء الله، ونتكلم بشكل اكتر عن خدمات اكتر واعدادات وعمليات ان شاء الله بشكل مركز وبسيط كما هي العاده. احييكم انا علاء امين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.